كي دايرين؟ يا ربي تكونوا بخير وعلى خير، وكلكم ان شاء الله عائلتكم وخوتكم وخواتاتكم ووالديكم، ويا ربي يكون داز هذا النص ديال رمضان عليكم بالصحه والسلامه. اليوم جيت نجرب معكم واحد الشوربه، واحد لا سوب، كنقول شوربه ديال الخضر، ولكن الخضر كلهم مطحونين. ملي كيتسلقوا كنطحنهم كلهم، عاد باش كنديروا المليقامه ديالهم اللي كنحتاجوا فيهم. كرومب ليشو، كرومب هو هذا، ولكن هذا الدريات ولا العيالات ولا خوتي خواتاتي اللي باغي يجربها او باغي يدير اي وصفه اخرى بهذا الكرومب، الا ما كانش غادي يفصل وحده على اختها او بلا ما يديروا، حيت كيكونوا داخلين فيه الحشرات، خاصكم تفصلوا كل وحده على اختها بهذه الطريقه، هذه كل وحده على اختها، حيت كيكون عامر بالحشرات. كنحتاجو كرومبة صغيرة على بركة الله، وكنحتاجو جوج بطاطات، مكنكتروش من البطاطا حيت البطاطا فيها النشاوي، وكنحتاجو أربعة الخزوات، وكنحتاجو إلا كانو بصلات كبار كنحتاجو أربعة كبار، كانو صغار كنديرو ستة أو خمسة على هذا الشكل. هذا انا نقصت وحده حيت بانتي وحده كبيره فيهم، نقصت وحده درت غير خمسه بركه، وربعات القرعات كورجيت، قرعه القرعه الخضراء، ربعات القرعات بالحساب، ربعه ربعه ربعه. كنحتاجو الصدر، صدر الدجاج على هذا الشكل هذا، بعد ما كلشي حتى هذا الشيء حتى كيتسلق، باش كنوريكم كيفاش غادي كنسدو عليه يطيب، لا لقامه لا ملحه لا والو. كنحتاجو شي يقولي راه ثلاثه المعلقات كبار ديال القزبر معدنوس، ومادا بيا انا كان عندي القزبر معدنوس هكا ما مقطعش، مادا بيا كنربطو كنرميه هكاك، ولكن ما لقيتوش يعني كلشي دايره في مكونجليه بحال هكا طحناه مكونجليه. اذا ديروا ثلاثه المعالق كبار ديال القزبر ومعدنوس، ومادابيا من الاحسن انكم ديروه قلت لكم مربط، ما ديروش هكا مطحون. وغديروا جوج فصوص ديال الثوم، وغادي نسدو عليها، غادي نديرو مقدار ديال الماء ها الاول من هذا باش يتسلق، جوج ثلاثة، باش حقاو تاتي نطحنو ما تجيكمش عاقده بزاف، ثلاثة من هادو، وهذا هو الرابع ولكن ما غنديروش كله، نخلي منه شويه ما غنديروش كله، وغادي نسد عليها نقلب القزبر معدنوس لتحت، غادي نسد عليها، غنسد عليها بين ما تسلق هادشي، وغادي نرجع نكمل معكم التتمه ديالو، وغتشوفوا معايا كيفاش جات. من بعد ما سديت عليها ندير السكر ديالتي، وغادي نردها فوق البوطه ديالنا بعد ما طابت وبرطيب، هاد الكوكوط ديالها درتها، كنشد لافابو كنغطي ليه هذيك عرفتوا بهاد اللعيبه ديالو، كنغطيها وكنحط الكوكوط جوج دورات ديال الماء دغيا كتبرد فيت في،
يعني كتجي سريعه جدا. هيا بعد ما بردات غندوز باش نطحنها. عاد باش نوريكم القمه اللي غندير فيها ان شاء الله. غندوز نطحنها ونرجع معكم باش ما نصدعكمش. وهي بعد ما طحناها درناها كتغلى، ونزيدو عليها دوك التوابل اللي قلت لكم، ونزيدو عليها عشق كبيره ديال الخرقوم بلدي، شويه البزار. عادي تلبس شويه البزار على حسابنا حنا، ما ناكلوش الحرور، واللي بغى يكثر الحرور يدير البزار، واللي يدير الهريسه بودر. عشق صغيره ديال الكمون، عشق صغيره ديال السكنجبير. انا ما غاديش ندير الملح دابا حيت الوالده فيها السكر، السكر ضرب لها شويه الكلاوي، بغيت نعطيها، بغيت نحيد لها حقها بلا ملحه. من بعد باش غندير الملحه، الملحه نتوما بنات يديكم. ولكن وكطحنوها مع خمسه الفرماجات، اي فرماج لافاش كيري كيري اللي عندكم موجود، كطحنوها مع خمسه الفرماجات. ملي كتكونوا كطحنوا فيها كطحنوا معاها خمسه الفرماجات باش كتعطيكم واحد اللذه زوينه، غتجربوها ما غتندموش، غزاله وصحيه. بسم الله على بركه الله. وكديروا قيمه جوج عواش كبار ديال زيت العود. هانتوما كاين جوج عواش كبار ديال زيت العود. انا ما قنعنيش اللون ديالها، زدت عشق صغيره ديال الخرقوم بلدي. صافي كتبقاو تحركوا فيها بحال هكا حتى كتبدا تجالب، كتبدا تجالب يعني صافي كتغلى مزيان. وكنطفاو عليها ونقدمها لكم في زليفات، جربوها. وها هي بعد ما تجالبت نقص شويه الماء ممسوس، ونزيد الملحه لان حنا كنعاود نكرر، راها صحيه وزوينه، جربوها ما غاديش تندموا عليها. وهنا بعد ما نقص ماما شويه بالصوص، غادي نزيد شويه الملح، حنا ما كناكلوش ملح بزاف. سمحوا لي على هاد الالفاظ هادو اللي كتسمعوا. وها هو الشكل ديال لاصوب ديالنا، كي كيجي كتجي خفيفه ما كتكهم ما والو، وفي نفس الوقت صحيه. اقسم بالله الا جربتوها ما تبقاش تولي مدمنين عليها، ما تقدروش تحيدوها من داركم. فنه فنه، كتجي غزاله ولا اروع، كدوزيها يعني بواحد كتحسي براسك بحال كتاكلي، بحال كتشربي شي حاجه ما عرفتش كيفاش نوصفها لكم. المهم ما تنساونيش ملي لايك وابوني وبارطاج، ويا ربي نكون خفيفه على قلبكم. عشر مباركه، تبارك الله عليكم.